السادس من مارس 2013، مشاهدينا أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية. أكد مصدر خاص لصحراء ميديا أن أمير كتيبة يوسف بن تشافين المعروف بالقيرواني واسمه الحقيقي سيدنا أغهيتا قتل منذ 4 أيام في اشتباكات عنيفة مع القوات الفرنسية والتشادية في منطقة جلهوك التي تبعد ب10 كيلومترات عن جبال تغرغرين التي يتحصن فيها مقاتلون إسلاميون. وحسب هذا المصدر فإن المعارك التي قتل فيها القيرواني مستمرة منذ 10 أيام تتوقف مع حلول الظلام لتتواصل مع طلوع الشمس، مشيرة إلى أنها متواصلة حتى الآن. وكان القيرواني الذي ينتمي لطوارق منطقة كيدال هو آخر أمير يتم تعيينه على الكتيبة السادسة التابعة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وهي كتيبة يوسف بن تشافين التي تأسست شهر نوفمبر 2012 وأسندت لها إمارة منطقة الخليل 4 كيلومترات من الحدود مع الجزائر و15 من مدينة برج باجي مختار الجزائرية. على امتداء مسيرة 50 سنة من الاستقلال عرفت الجزائر 8 رؤساء وشهدت أيضا 4 دساتير وثلاثة تعديلات دستورية، لكن مشروع تعديل الدستور المرتقب من المنتظر أن يزيل الضبابية حول طبيعة النظام السياسي رئاسي شبه رئاسي أم برلماني. دساتير الجزائر من أحمد بن بلة إلى عبد العزيز أبو تفليقة في تقرير أحمد حفصي. على امتداد 50 سنة الماضية تداول على قصر المرادية 8 رؤساء جمهورية، حيث شهدت هذه الفترة ميلاد 4 دساتير وثلاث تعديلات دستورية. عهد الرئيس الأول للجمهورية الجزائرية الراحل أحمد بن بلة عرف دستور 1963 الذي وضع اللبنة الأولى لمؤسسات الدولة، وفي فترة حكم الرئيس الراحل هواري بومدين سن دستور 1976 الذي أرسى قواعد الاشتراكية، فيما شهد عهد الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد دستور 1989 الذي شهد نقلة نوعية في نصوصه على خلفية أحداث أكتوبر 88-900 و1000، والذي عرف انفتاحا سياسيا عبر إقرار التعددية الحزبية. وفي عهد الرئيس اليمين زروال ظهر دستور 1996 الذي جاء في عز الأزمة الأمنية والذي حد من تأسيس أحزاب على أساس ديني. المنظومة الدستورية الجزائرية عرفت أيضا 3 تعديلات دستورية سنوات 1988 و2002 و2008، كانت أبرزها التعديلات التي مست نظام العهدات الرئاسية وإقرار اللغة الأمازيغية لغة رسمية في عهد الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة. بعد 50 سنة من الاستقلال لكل مرحلة ورئيس دستور، فهل آن الأوان لوضع الدستور الأنسب للجزائر؟ اعتبرت وزيرة التضامن والأسرة سعاد بن جاب الله أن مشاركة المرأة في التشكيلة البرلمانية والحكومية مكسب إيجابي للمرأة الجزائرية والجزائر وجب الحفاظ عليه. وأضافت الوزيرة أن المرأة أصبح لها قانون يحميها ويسهل دخولها في المعترك السياسي، إلا أن الصراعات الحزبية منعتها من الظهور. أكثر تفاصيل في ميكروفون هشام شريف. هي إيجابية ومكسب للمرأة الجزائرية ومكسب للجزائر يعني بالحقيقة، ولازم أن نحافظ عليه ولازم أن نكون يقظين فيما يخص الحفاظ على هذه المكاسب. هي في الميدان السياسي بطبيعة الحال إذا كان عدد في حزب هي المشاكل اللي عندها هي مع الحزب نتاعها اللي ما يرشحهاش، ولكن احنا القانون بالخصوص ركز على هذه القائمة اللي ما فيهاش العدد نتاع النساء ترفض. كاينه تلقاها وحده اللي خدمت طول عمرها في الميدان وما عندهاش بالك شهاده جامعيه وعندها. انا اقول الناس اللي يقولوا باللي التشكيليه هذه حاليه انا اعتبرها هي مكسب للجزائر، مكسب للجزائر، واللي كانت ما تعرفش تمارس يعني السياسه دوك تتعلم تمارسها، وحنا متفائلين لهذا المجلس. احنا نعتبر ان لو كانت حلاقه او كانت استاذه او كانت حتى ماكثه في البيت هي عندها تجربه وعندها الشيء اللي تمدوا للجزائر.
يتواصل إضراب طلبة السنة الثانية والثالثة لمعهد علوم الإعلام والاتصال المتمدرسين بالقطب الجامعي تمدا بجامعة مولود معمري بتيزي وزو، يتواصل للأسبوع التاسع على التوالي. وفي حركة جديدة، أقدموا صبيحة الاثنين على تجميد امتحانات السداس الأول، وذلك من أجل مطالبة المصالح الوصية على القطاع بضرورة الاستجابة لمطالبهم ومنحهم حق الاستفادة الكلية من نظام LMD وعلى وجه الخصوص شهادة الماستر. حسان الزيزي تنقل إلى القطب الجامعي والتقى بممثلي الطلبة المضربين وعاد لنا بالتصريحات التالية. S'il vous plaît, Villanet, nous sommes étudiants qui ont l'avenir. L'avenir de l'Algérie entière. Nous sommes les futurs journalistes qui ont souffert. Il ne faut pas briser leur carrière. عندنا 9 أسابيع ملي بدينا لا غراف هادية ومع الأسف ما حقنا والو، ما شافوش لينا السلطات المعنية، ومع ذلك الإدارة اللي هما تكون معنا ولات علينا أفيشاتنا لي زيكزام ومنا تفاصو. حنايا مازالنا ونقراف ونريحوا ونقراف حتى يحقونا المطالب تاعنا واللي تمثل في الماستر حاجة الأولى هو أهم مطلب. نكوني ونبوضالا نخدم شياكي ونبوضالا نحبس لي زيكزام أنا ويانا نزرب بلي ثانيا أنا مليح تمثل تاكيا أرمي زاين بضون تانا دارزا غلق تانا روك سبورة ونو فالا سبورتي الدين لو كان نهضي روك زاديمستاسيو سمح سانات سي لو نخدم أنا شيا ماكيا. دخل عمال الأشغال العمومية لصيانة طرقات DTP في احتجاج أمام وزارة الأشغال العمومية رافعين جملة من المطالب، من بينها زيادة في الأجور التي لم تخضع للتعديل وبقت مستقرة في حدود 9000 دينار جزائري، بالإضافة إلى تضامنهم مع 7 عمال طردوا دون سبب. محمود حمر نقل هذه الأصداء. نخلص 900 سالير دو باس، 16100 كلش، 16100 ما تكفيش، ماش تكفي، 1,600,000 ما تكفينيش. ولدي دوك 20 سنه خدمه ورانا فاكاتر وما ما كان والو، دوك رانا طالبين الاحتجاج، حنا طالبين الزياده من عند عمر وزير عمر غول. حنا السالير تاعنا هابط 900 والباني 1,400، رانا محقورين بالبزاف كاع، رانا كيما راك تشوف هنايا كاع رانا متزوجين ورانا مولا وليدات، يا عجبه بزاف بركات. في 10 جون 2012 كان تم لقاء مع الامين العام الاسبق في الوزاره، يعني وقال طلبات شرعيه وقال عندكم الحق واش راكم تطالبوا. حنا هذه في 2012، اليوم في 2013 لهنا هما اللي ردونا باش نولوا. سبب الاحتجاج هو تضامن مع النقابيين الموقوفين عن العمل، وعدونا بعبر على اسبوع واحد اخر نعاودوا نتلاقاو. حنا صبرنا قعدنا نستناو، يا للاسف الشديد حنا وخرجونا بيانات واحد اخرين. ومن جهتها أكدت مديرية الأشغال العمومية لولاية الجزائر أن جل المطالب التي رفعها العمال قد جسدت واستفادوا منها منذ المصادقة عليها، إلى أن المديرية لا تزال تصر على فتح أبواب الحوار مع العمال، مشيرة في ذات السياق إلى أن العمال الموقوفين المقدر عددهم بسبعة عمال قد تم توقيفهم بشكل تحفظي، أين سيتم إحالتهم على المجلس التأديبي وفق القانون الداخلي للمديرية. نحن كإدارة نؤمن بالحوار مع الشريك الاجتماعي ونسعى جاهدين لحل كل مشاكل العمال، غير أنه لا يمكننا ولا يخول لنا القانون أن نتحاور مع جهات غير شرعية لتمثيل العمال. هناك بعض المطالب التي أخذت بعين الاعتبار ومن أهمها الاستفادة من تعويض الخطر الذي يمثل 25% من أجر العمال. وطبقا للقانون المتعلق بتسوية النزاعات الفردية وفي العمل، والذي ينص صراحة على وقوع خطأ مهني جسيم، لذا لقد اتخذت مديرية الأشغال العمومية إجراءات قانونية لازمة والمتمثلة في التوقيف التحفظي لهؤلاء حتى يتم مثولهم أمام اللجنة التأديبية الذي ستعقد اجتماعها في الأيام القليلة القادمة.
أشير إلى أن الإضراب غير شرعي وذلك بقرار المحكمة الإدارية. المحكمة الإدارية تقر بأن الإضراب غير شرعي لأن الجهة التي دعت إليه غير شرعية. تتواصل والحملة القذرة التي تشنها صحافة البلاط المغربي ضد الجزائر. صحافة المخزن وعبر وكالة الأنباء المغربية الرسمية افتعلت أخبارا عارية من الصحة وضخمت احتجاجا عاديا لموظفي قطاع الأشغال العمومية أمام الوزارة الوصية وسوقته إعلاميا على أساس أنه ثورة الجبهة الاجتماعية الجزائرية. وواصلت صحافة المخزن افتراءاتها وادعاءاتها أين تحدثت عن مزاعم بخصوص استعمال أجهزة الأمن الجزائرية استعمالها للعنف ضد المحتجين لتفريقهم في خطوة لبث البلبلة والاصطياد في المياه العاكرة. يناشد عبد السلام بوشتة البالغ من العمر 40 سنة القاطن ببلدية بودوا ولاية بومرداس أهل البر والإحسان لتقديم يد المساعدة للعلاج في الخارج بعد أن عجز الأطباء عن تشخيص مرضه الذي لازمه منذ أكثر من 3 سنوات. زميلة إيمان عبي أعدت لنا التقرير التالي. بعد أن أنهك المرض جسده الهزيل وعجز الأطباء عن تشخيص مرضه الذي لازمه أكثر من 3 سنوات، عبد السلام بوشتة البالغ من العمر 40 سنة أب لأربعة أطفال، ضحية لسوء تشخيص الأطباء واستهزائهم الذي أودى بحالته الصحية للتدهور، خاصة بعد أن فقد الطحالة وها هو اليوم يخسر كبده ليتكرر نفس سيناريو الإهمال. أنا داوي من 2010 حتى اليومين هذا والحالة تاعي راهي تزيد. دوك المرض تاعي ما شخصوش وشنو، ما عرفوش حاليا، ما عرفوش وشنو عندي. المرض تاكل لي لي زورغان الداخل، كلت لي الطيحان ومن بعد تكزات تنقل لي الكبدة تفخت وتنقلت للبنكرياس وما يديروا لي واحد الحبة هكذا، والكبة تاعي حاليا راحت قاعيتيك. فبعد أن استعاد الأمل ووجد سبيلا للعلاج في الخارج إلا أنه وجد عائقا لشفائه، تكاليف العلاج التي تفوق قدرته، فهو يناشد أهل البر والإحسان لتقديم يد المساعدة في أقرب الآجال ليعود إلى أبنائه سليما معافى. الوقت اللي راه يمشي ماشي في الصالح تاعي، عندي رونديفو في فرنسا 28 مارس على 1:30، لازم نكون اوسبيتاليزي في فرنسا، ونطلب من الناس كاش ما يعاونونا ان شاء الله، واللي ما قدرش بالمال يعاوننا بالدعاء ان شاء الله. ولقوله تعالى ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. إذن مشاهدين على امل شفاء عبد السلام نختم نشرتنا، شكرا لكم على حسن الاصغاء والمتابعه. في امان الله.